مرحبا بكم مرة أخرى إلى برنامج الثانية، وشكرا على المتابعة، الاهتمام، التفاعل. بارك الله فيكم. تلقاو على صفحتنا على فيسبوك كل التفاصيل، وتتنجموا تتفاعلوا معنا وتقترحوا للمواضيع وللإشكاليات ممكن اللي تلقاوها في تعاملاتكم الفلاحية، وحنا نقراو ونحاولوا نتفاعلوا من خلال اقتراح المواضيع والروبورتاجات. الرقاد متاع الزراعات الكبرى، كيفاش تعاملوا معها؟ خاصة كيفاش نحصدوها؟ نصيحة سامة. مرحبا بكم. موضوعنا اليوم هو الفيرس، واللي نعبروا عليه برقاد الزرع. يأثر الرقاد على بعض المحاصيل وخاصة الحبوب والبقول، وكذلك الزراعات العلفية والزراعات المعملية كيف الكولزا. خلال الأمطار هذه لاحظنا في بعض الحقول رقاد للزرع، وهذا يؤدي غالبا إلى انخفاض كبير في المحصول. وفي حالة الرقاد المبكر خلال الطور اللبني والعجيني يمكن أن يتسبب أيضا في جودة الحبوب ويجعل عملية الحصاد أكثر تعقيدا. شنو الأسباب بتاع الفيروس؟ أولا الأمراض الطفيلية، مثلا مرض ليبيدان فيروس، الحوادث الفيزيولوجية المرتبطة بالتسميد الأزوتي الزائد عن حاجة النبت، واللي يتسبب في نمو مبالغ فيه للسقان، وبالتالي يكون عندنا ضعف في الليتيش. الصنف نتاعنا اللي هو الفاريتي، باش نتحكموا في نسبة ضياع المحصول خلال عملية الحصاد لازم نقوموا بتعديل آلة الحصاد تعديل جيد حسب حالة الزرع، والحرص على أن تكون آلة الحصاد في حالة جيدة ابتداء من مصطبة القص اللي هو البردكوب، مرورا بأجهزة الدارس والفرز إلى غاية الغربل. ولازم نقوموا بتطويع عمل آلة الحصاد قصد الحد من ضياع الحبوب إلى جانب العناصر المرتبطة بحالة الزرع وخاصيات القطعة نتاعنا، إلى جانب أهمية سرعة تقدم آلة الحصاد واللي لازم تكون بطيئة مع حسن اختيار اتجاه الحصاد، حيث يكون وجوبا في اتجاه ميلان السنابل إذا كان الزرع راقد، مع ضرورة تركيب الأصابع اللي نسموهم ريليفور دي بي الخاص بالزرع الطريح، واتخاذ الاحتياطات اللازمة على مستوى مصطبة القص ومن ارتفاع الرباتور والتقدم متاعه، وانهناء أصابع الحائش واللي يلزم يكونوا في وضع يسمح برفع الصرع المطروح وتحضيره للحش. عملية الرولاج عملية مهمة، غير أنه تساهم في نسبة إنبات عالية ومتجانسة ويسهل لنا عملية حصاد زراعة الحبوب والبقول المطروح، ولهذا تظهر زاد أهمية الرولاج بعد البذر. إن شاء الله تكون عامة الفايدة، ومصرف الخدمات الفلاحية المتعددة سيما يضع على ذمتكم فريق تقني باش يرافقكم خلال موسم الحصاد، وربي يوفق الجميع. نواصل مع النصائح في برنامج الثانية. نصيحة الآن قلت من منبت مبروكة حول القوارص، والقوارص المغروسة حديثا الصغار، كيفاش ممكن نتعاملوا معها؟ كيفاش شنو لازم نعملوا باش النمو نتاعها يكون نمو جيد؟ فرجوا معي. خير ومرحبا بكم. اليوم ان شاء الله كما تشوفوا في حق الجديد نتاع عمره عام، هذا نتاع بروكدير داخل في العام الثاني، باش نحكيوا على العنايه بالشجره الصغيره، خاصه فما برشا عباد تتسائل على
اليوم مازالوا يتسائلوا على الحاملات الطعوم لي نوفو بورتغريف. برمي باش نرجع وناكد حاجه قلتها ونعاودها. اليوم نحب ولا نكره عندنا مرض اسمه تريستيزا، التدهور السريع. هذاك علاش الرنج نتاعنا قبل راهو ما عادش يصلح باش يكون هو حامل طعوم بورتغريف. وفما بالذات فما قانون خرج في الموضوع هذا. دونك الرنج ننسوه، قعد يصلح كان للقارص والليب. علاش الرنج لا؟ على خاطر كل الانواع الطمسون المدالينا على الرنج اذا يجي المرض يقتلها، ما يقاوموش المرض. وهذاك علاش وزاره الفلاحه والسنتر تكنيك دي زاغروم يعطيهم الصحه وقعت تجارب ودخلنا انواع جديده من حاملات الطعوم هذوما دي نوفو بورتغريف اللي هما الفولكا ماريانا والسي 35 والكاريزو. اهم شيء هالثلاثه هذوما جربناه وعندنا نتائج ما كنتش انا بيدي كلامي قبل 4-5 سنين وكلامي اليوم تبدل. علاش؟ لان عملنا تجارب حقليه. صحيح هما مقاومين للمرض اما يمشيوا مع التربه نتاعنا وين يمشيوا وكيفاش هنا مع لينرات مع مدام النجار. دونك هذوما باش نذكرهم اللي راهو في ارض فيها الكلس الفعال عالي راهو السيترون سانكو الكاريز وما مشاش. تحب ولا لا تكره؟ رغم اللي يقولوا هو يحافظ على الكاليتي نتاع الغله خير، لكن لا، راهو بالتجربه وعندنا تجربه حقليه لهنا وفي القروان وفي جندوبه اثبتت اللي الفولكا ماريانا هو يتاقلم مع في احسن الظروف، خاصه اراضينا الكل الكلس الفعال عالي. لقينا في بوسالم تأقلم مع سي 35 الحق والكاريزو على خاطر الكلس الفعال في ارضهم اقل برشا. ولهذا الحاملات الطعوم رغم اللي هي تتحمل المرض هذا جديد التدهور السريع، لكن يلزم نعرفوا وين نحطوها. والتجربه اثبتت زاد راهو ما عندوش فاعليه كبيره على المطعم، وعلى خوف كنا خايفين على المطعم وعلى المالتي نتاعنا للتصدير، لكن التجارب العلميه بالتذوق وبالمخبر معناها تحاليل راهو ما عندوش تاثير كبير والحق ما اثرش علينا برشا. حاجه ثانيه ناكد عليها اللي راهو هالانواع هذه فيها مشاكل اخرى كيما الفولك، راهو يلزم يتزرع فوق ظهر كيما تشوفوا توا عالي شويه لانه ما يتحملش زاد التغمق، يعني الاسفيكسي وين فما ماء وين ارض طينيه برشا راهو ما يتحملش. هذاك علاش الناس الكل كيما تشوفوا ولاو نخدموا على الظهر شويه عالي باش اذا تصب برشا مطر يتحمل. التدخل نتاعي هنا ايش باش نعملوا لهم الشجر الصغير بعد التوضيح الصغير هذايا؟ يلزم راهو فما اكثر حاجه يلزم نحيوه اكل الخلف اللي هو البورتغريف، ساعات في فتره يغلبها. وكيفاش نتعرف عليه هنا؟ بالنسبه للفولكا هو اكثر شيء يشبه قارص لانه سيتا سيتروس قارص، نوع من القارص الفولكا. دونك يلزمنا نعرفوه ونثبتوا فيه على خاطر برشا اغلاط تصير. صحيح مش الفلاحه واللي عندهم كبار وكل يعرفوا، اما حتى في الجرد راهو ساعات يقص الحره ويخلي لنا البورتغريف وفي الاخر يقول لي هاو شجره طلعت لي رانجه ويتشكى وعنده مشاكل هنا لانه ماهوش قاعد عارف اللي يفرق بين الشجره الحره التومسون بالاخص والبورتغريف. اليوم ما عادش الرنج ولا حاجات اخرى. السي 35 والكاريزو نوع اخر سهل يفرقوا، اما الفولكا يشبه للقارص. دونك قارص مع الفولكا راهو. وهذاك علاش احنا اليوم باش نوريكم كيفاش نثبتوهم ونوريكم الاختلاف ما بين هذا وهذا وكيفاش نتعرفوا عليهم واش نعملوا لهم. احنا هنا في حق التجارب مثلا القارص هذايا ملقم على السي 35 وتو نشوفوا الفرق. صحيح هو التجربه هذه باش نشوفوا التاقلم والنمو، لكن هنا باش نشوفوا اول شيء نجموا نعملوه باش نحافظوا عليه وهو باش نقصوا على هذوما لي بورتغريف. هاو تشوفوا فيه هنا سي لو سي 35 هذوما الكل يلزمهم يتنحاو كيما تشوفوا. ها هو الفرق بينه. ها هو سي 35 سي ان تريفولي ورقته مثلثه كيما ترفل وفيه شوك. هذه توا مدلينا ملقمه على الفولك، تشوفوا حتى ساعه في الفيغور اقوى، الفيغور
الفولكا يمشي الشجره خير من سي 35 بالطبيعه في الاراضي اللي فيها كلس عالي كيما احنا كالكاركتيف عالي لهنا اللي دو 14% تقريبا دونك هاك تشوفوا مركب على الفولكا وذاك علاش هاو كيف كيف الفولكا او شنو نوريها لكم ساعه هذا يزمو يتنحى كل باللوطه الفولكا هو قارس كيف تشوفوا الورقه من فوق مستحمره شويه اللي ما يعرفش يقول قارس لا هذا فولكا هو نوع من القارس بالطبيعه اما فيه حتى هو الشوك وذاك علاش هو قوي برشا ولازم هذا يتنحى باش الشجره تتقوى وهذا ما يقعدش خاطر ينجم يتقوى ويغلب الشجره اذا يقعد للاخر كما تشوفوا بعد ما نحينا البورتغريف العاده الشجره العام الاول والثاني ما نمسهاش برشا خلي تكبر ميسالش مازال اما اللوطاني الكل ننظفوه ونحيو البورتغريف بالاخص اللي قلق الفوق انا نخير العام الثالث شويه نبداو حتى كان فما بغالما ما فيهاش ماهيش قويه خلي تكبر تلم تخدم مليح تكون عروق بالكدا ومن العام نص العام الثاني نبداو نخمموا في التكوين شويه وننقصوا شويه عواد ونخصوا اللمات معناها نختاروهم اما عاده كان الشجره كبارت نخت اما اذا ما زالت صغيره نحاول نخليها تكبر اكثر تلم وبعدين نجموا ندخلوا ونبداو في الزبيره نتاع التكوين اختو مع سيرين جبالي المهندسة في تهيئة الفضاءات وتحكي على النباتات اللي تتسبب في الحساسية عسلامة سيرين مبكر وعسلامة للسادة المشاهدين شكرا جزيلا كيفاش تظهر الحساسية على عن طريق الأزهار ولا كيفاش توصل الأوراق الساق نعطينا بعض الأمثلة خلينا نفهم منين تجي الحساسية احنا ابو بكر كي نحكيو تجمع على الجنينه نتاعنا بالطبيعه نحبوا الجنينه نتاعنا تكون مزيانه اما زيد نحبوها تكون ما تاثرش على الصحه نتاعنا احنا نعرفوا في فصل الربيع وفما حتى في الصيف والخريف انه تكثر الحساسيه الحساسيه كي نقولوا حساسيه يعني الحكه نتاع العينين الحموريه العينين تدمع سيالين نتاع الانف نحسوا حتى بوجيعه نتاع راس كاريمون ساعات انه فما التهاب في الحلق هذا الكل شنو اللي يتسبب فيه الحساسية منين تجينا؟ احنا نعرفوا اللي النبتة في الفترة متاع التلقيح يعني فما اللي نقولوا بولين اللي هما حبوب اللقاح اللي هذوما باش يمشيو من نبتة لنبتة دونك كي باش يكثروا بكميات كبيرة في الهواء المناعة متاع العبد لهنا هي اللي تفرق من إنسان لإنسان واللي غادي كما نجموش اللي ما عندوش مناعة قوية دونك باش تأثر على الجهاز التنفسي متاعه وفما زادة اللي كنقولوا احنا راهو التلقيح صحيح فما دي بلونت اللي يستحقوا التلقيح عن طريق الريح وفما زادة اللي عن طريق الحشرات دونك احنا لي بلونت اليرجيسونت اللي هما النباتات اللي تسبب في الحساسية جينيرالمون هما لي بلونت اللي يكونوا عملية التلقيح متاعهم عن طريق الريح احنا ابو بكر لهنا التفرق صحيح فما لي بلونت اللي هما يتسببوا في الحساسيه عن طريق النواره نتاعهم والا على طريق الورقه والا حتى السيف يعني السيف اللي هي خلينا نقولوا اكل اللاتكس اللي موجود في وسط الساق نتاعنا جوست كي معناها كي تتقسمها كي تحس فما ليكيد اللي هو اللون نتاعو الماء هذاك اللي يغذي النبته معناها يعني يطلع في النبته ويرجع اخترنا اليوم هكا بعض الامثله كما باش نشوفوا في التصاور هذوما نحكيوا على فما شكون يقول لوختي هي بيكونت اللي لهنا نحكيو من المنطقه الاخرى فما شكون يقول قراص فما شكون يقول الحريق الحريقه اللي هي ابو بكر لهنا بالاوراق نتاعها ويعني حتى تعمل حساسيه على البشره نتاعنا على البو يعني كي تمسها الورقه دك. والكل الدق وتحرق كاريمون فما زاد باش نلقاو اللي نبته اخرى اللي هو الكرموس التين التين لهنا بالورقه نتاعو بالكرموس معناها الفخوي هذاك الغله وعندنا زاده حتى السيف اللي هو خلينا نقولوا اللاتكس الحليب هذاك الابيض اللي هو يتسبب في كيف نحكيوا لهنا على حساسيه تاثر على البشره نتاعنا كيف لهنا ابو بكر باش نشوفوا مثال اخر
كي نرجعوا نلقاو انه زيد نحكيو على السيبخي، خلينا نقولوا العائله نتاع لي كونيفير، يعني نحكيو على السرو فوالا، نحكيو على الصنوبر، نحكيو حتى على لي تويا اللي هو لهنا كيف كيف عمليه التلقيح بيسك باش تصير في اللهوي وكل، دونك بالبولين هذيك ينجم ياثر على الجهاز التنفسي نتاعنا. باش نختاروا انواع اخرى زاده اللي هو جينيرالمون بكل هنا الاعشاب، اش معناها الغرامينات نجم تكون اعشاب طفيليه يعني موجوده في الحقول، والا اذا كان ندخلوا للجنينه نتاعنا والدار نحكيو اورنمونتالمون، لهنا نحكيو على البينيسيتام وفي الفامي هذيك نتاع الغرامينات، هما لهنا اللي كيف كيف ياثروا زاده وينجموا يتسببوا لنا في مشاكل في الحساسيه. كيف كيف باش ناخذوا مثال اخر، حكينا على أمثلة خاطر فما بطبيعة ليست طويلة وعديدة، مي كيما حكينا على نباتات خارجية هذوما أمثلة النباتات الداخلية اللي باش نحطوهم لداخل في الدار، نحكيو على ديفامبيكيا ونحكيو على الفيلودوندرون. باغ إكزومبل بوبكر الديفامبيكيا اللي هي فما في التربة، خلينا نقولوا كيما الغبرة اللي هما من بعديك باش يتسببوا لنا في تحس فما العطسة زايد، معناها لهنا شنو هي اللي نقوموا في الحالة هذيا؟ لازمنا نخليو التربة نتاعنا نقصوا شوية من السقيين ونخليو التربة هي اللي رطبة، ديما رطبة كيفاش؟ جوست نحطوا في البوم نتاعنا ليبي دارجي من اللوطة وكيف كيف زاد معناها البوم نتاعنا يكون فيه ثقب وكيف كيف بالنسبة للفيلو دوندرون. دونك احنا بوبكر لهنا هذوما بعض الأمثلة جوست راهو بالنسبة للحساسية مش معناها النباتات هذه تنجم تاثر على الناس الكل، راهو تفرق معناها حسب المناعه من شخص الى اخر. دونك ما نجموش نعملوا جنينه ما تسببش الحساسيه واللي تفادي الحساسيه. باهي لهنا احنا بوبكر كي نحكيو على لهنا نوليو نحكيو على جاردان سونز اليرجي ما غير حساسيه اللي نسميوها ايبو الرجينيك. شنو هي لهنا الحاجات اللي نقوموا بها؟ خاطر نجم الحريف يقول لك عندي حساسيه، دونك شنو هي نعمل؟ لهنا نجموا انه نتفاداو النباتات اللي عمليه التلقيح نتاعها تصير عن طريق الريح، دونك نعتمدوا جوست النباتات اللي عملية التلقيح نتاعها تصير عن طريق الحشرات. كيف كيف بالنسبة اللي يحبوا الغازون في الدار، دونك لهنا بويسك الغازون يظهروا فيه هو من عائلة الغرامينات، دونك ديما على قد ما باش ينورك الغرامينات هذوكم وقتها باش تكثر الحساسية، دونك الغازون نتاعنا ديما التونت يعني القصة تكون قصيرة برشا ما نخليوهاش تطويل. كيف كيف بالنسبة للنباتات نحاولوا أنه نعتمدوا نباتات في البلايص اللي فيهم الظل، نحطوا فوجير نحطوا لاغام هكا ديما على طول العام خضره وميم طون منوره مي ما تسببناش في حساسيه. وعلاش لي زيد نمشيو الاكثر للجاردان زين جاردان مينيرال، يعني نحكيو على غرافيي غالي فما اكثر حجر فما الماء، كيف كيف حتى النباتات المائيه اللي سبق وحكينا عليها خاطر عمليه التلقيح تصير الغالبيه معناها عن طريق الماء والا عن طريق الحشرات، وهذايا معناها جلوبالمون. بطبيعه ديما بوبكر ناكد ونعاود راهو حتى كي باش نقوموا باي انشطه في الجنينه نتاعنا نحاولوا انه ديريكتومون بعد نعملوا دوش بشكل فماشي حشره فماشي معناها حاجه من النبته هذيك قعدت ما تقعدش في شعرنا ولا في بدننا اللي من بعد تنجم حتى مش ايميدياتمون راهو بعد سويعه تنجم تاثر على الصحه نتاعنا. شكرا لك سيرين. يعيشك مبكر. بارك الله فيك. بالصحه. شكرا ان شاء الله ديما مزيانه. يعيشك يفضلك. شكرا بارك الله فيك. قبلوا شهر الحلقة جاية احنا وان شاء الله نلقاكم بخير، نلقاكم فرحانين ايضا كل فلاحتنا وكل متابعينا بارك الله فيكم. تلقاو كل الفقرات نتاعنا في الحلقة هذه والحلقات السابقة على صفحتنا الثانية على فيسبوك بالعربية والا بالفرنسية. معكم على الفلاحة، خاصة نشكر برشا كل شركائنا اللي يعطيوا النصيحة العلمية للفلاحين بالعلم والممارسة والاجتهاد نجموا نتغلبوا على كل الصعاب ونقدم. شكرا لكم، قابلوا ان شاء الله الحد الجاي. باي باي.